لنقم بحل مجموعة من المسائل. لدينا المحيط لكل من المثلثات الخارجية يساوي 30، فمثلا لو أخذت مجموع هذا الضلع وهذا الضلع وهذا سأحصل على 30، وهذا صحيح لجميع هذه المثلثات الخارجية الخمسة. ثم معطى لنا أن محيط FGHIJ، إذن FGHIJ محيط هذا الشكل الخماسي هو 50. فإذا جمعت هذا الضلع وهذا زائد هذا زائد هذا سأحصل على 50، والمطلوب ما هو محيط النجمة؟ محيط النجمة حقيقة هي الأضلاع الخارجية المحيطة، نطرح أضلاع قواعد المثلثات، إذن هذا الضلع، دعوني أستخدم لون آخر، إذن المحيط سيكون هذا، سأعمله بالبرتقالي، هذا زائد هذا زائد هذا زائد، أظن أنكم فهمتم الفكرة، زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. إذن محيط النجمة بيراميتر أو بيرامتر of the star سيساوي محيط المثلثات الخمسة perimeter of five triangles perimeter of five triangles باستثناء أضلاع القواعد فيهم. إذا أخذت محيط كل هذه المثلثات وطرحت الأجزاء التي لا يجب أن تكون جزء من محيط النجمة، ستكون هذا الجزء وهذا 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 وهذا، هذه ليست جزء من محيط النجمة، إذن محيط المثلثات ناقص أطوال قواعدها length of five bases. إذن ما هو محيط المثلثات الخمسة؟ حسنا، محيط كل مثلث هو 30، إذن محيط الخمسة سيكون 5 ضرب 30 ويساوي 150. الآن نريد أن نطرح أطوال قواعدهم الخمسة، الآن أطوال قواعدهم هي بالضبط محيط هذا الخماسي هنا، ومحيط الخماسي الداخلي يساوي 50، وهو مجموع أطوال القواعد الخمسة، إذن هذا هنا 50، إذن محيط النجمة سيساوي 150 ناقص 50 ويساوي 100. إذن كل ما فعلنا هو أننا أوجدنا محيطات المثلثات الخمسة وطرحنا منها أطوال القواعد والتي كانت محيط الخماسي وانتهينا. لنحل المسألة التالية، ما هي مساحة رباعي الأضلاع ABCD؟ ABCD هذا قليلا، أعتقد لم نرى شكل مثل هذا سابقا. الجهة اليمين تبدو كمستطيل والجهة اليسرى تبدو كمثلث، إنه يشبه المعين قليلا. ويمكننا هنا كما فعلنا في إيجاد مساحة عدد من المثلثات، يمكننا هنا أن نقسمه إلى أجزاء يمكننا تمييزها، ومن الواضح أنه يمكننا هنا أن نبدأ من A ونسقط خط، ننزل خط هنا والذي سينشئ 90 درجة، يمكننا أن نسمي هذه النقطة E. وما هو مثير للاهتمام هنا أنه يمكننا أن نتعامل مع أشكال نميزها مستطيل ومثلث، ولكن يمكن أن تسأل كيف يمكننا أن نجد هذا؟ حسنا، لدينا هذا الضلع وهذا، فيمكننا أن نجد مساحة هذا المستطيل بشكل مباشر، ولكن كيف سنجد مساحة هذا المثلث؟ حسنا، هذا الضلع يساوي 6، وهذا يعني أن EC أيضا سيساوي 6. الآن إذا كان AB يساوي 6، لاحظ لدينا مستطيل هنا والأضلاع المتقابلة فيه متساوية، إذا كان AB يساوي 6 هذا يعني أن EC يساوي 6، وإذا كانت EC تساوي 6 فهذا يخبرنا أن DE يساوي 3،
دي اي يساوي 3، هذه المسافة ستساوي 3 ونحن نعلم ذلك لأن هذه 6 وهذه يجب أن تكون شيء نضيفه لستة ونحصل على 9، وتسعة هو طول ضلع القاعدة لهذا الشكل هنا. إذن 9 ناقص 6 يساوي 3، والآن لدينا المعلومات الكافية لإيجاد المساحة. مساحة هذا الجزء وهو المستطيل ستكون 6 ضرب 7 ويساوي 42، زائد مساحة هذا المثلث هنا، إذن زائد مساحة المثلث وهي تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، إذن نصف والقاعدة تساوي 3 ضرب 3، ثم الارتفاع هنا هو 7. مرة أخرى هذا الضلع المقابل لهذا في المستطيل، إذن يساوي 7 أيضا، إذن نصف ضرب 3 ضرب 7، إذن سيكون لنرى نصف ضرب 3 ضرب 7 يساوي 10.5، إذن 42 زائد 10.5 يساوي 52، 52.5 وهي مساحة هذا الشكل كله. لنحل المزيد، إذن لدينا هنا شكل غريب يبدو غريب ونريد إيجاد محيطه، بيراميتر، وتبدو المسألة شاقة لأنه لم يعطى لنا سوى هذا الضلع وهذا، وأيضا أعطينا هذا الضلع هنا، والشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفترضه ولا يمكننا أن نفترضه دائما، ولم أقم برسمه هنا ولم يكن لدي الوقت الكافي لرسمه، نفترض أن جميع زوايا هذا الشكل قائمة، يمكن أن أرسمها هنا وهنا وهناك وقائمة هنا أيضا، ويمكنك أن ترى أن الشكل أصبح فوضوي، ولكن كيف سنجد المحيط إذا كنا لا نعلم هذه المسافات الصغيرة هنا؟ والسر هنا هو أن ننقل الأضلاع، لأن كل ما يهمنا هو مجموع أطوال الأضلاع، لذا سأقوم بعمل نقل للأضلاع. هذا الضلع هنا سأنقله للأعلى هنا، ثم هذا الضلع هنا سأقوم بنقله وأضعه هناك، ثم أستخدم لون مختلف. هذا الضلع سوف أنقله وأضعه هنا، ثم أخيرا سيكون لدي هذا الضلع هنا وسأنقله وأضعه هنا. الآن تعرفون ما يحصل هنا، مجموع هذه الأضلاع سيساوي هذا الضلع، قمت ببنائها بالرغم ما أن هذا الشكل ليس مستطيل، ولكن محيطه سيكون مثير للاهتمام. كل ما علينا فعله هو التفكير بهذان هنا. الآن لنرى الأضلاع التي لم نحركها، هذا الضلع ننقله لليمين هنا، هذا الضلع البرتقالي يمد للنهاية ليقابل هذا. الآن الضلع الأبيض يمكن أن أنقله لليمين هكذا، ثم الضلع الأخضر هذا يمكن أن أنقله هنا، ومن ثم يمكن أن أنقل هذا، يمكن أن أنقل هذا. في الحقيقة لا أريد نقل الضلع الأخضر الآن، ولأكون واضحة لم أقم بفعل أي شيء بعد مع هذا وهذا، لم أقم بنقلهم، ودعوني أخذ هذا الضلع هنا وأنقله. إذن دعوني أخذ كل هذا وأنقله هناك. الآن قبل أن أحسب هاتان القطعتان هنا ونعلم أن لهما أطوال، هذا قياسه 2 وهذا 2، قبل أن أحسبهما قمت بنقل كل شيء وشكلت مستطيل. إذن لأحسب الآن، هذه 7 زائد 6، ومجموع كل هذه القطع سيكون 7، إذن زائد 7، ومجموع هذه هنا أيضا سيكون 6، إذن زائد 6، وأخيرا لدي القطعتان هذه هنا ولم أحسبهما من قبل، إذن زائد 2
زائد 2، والآن لدينا المحيط، إذن ماذا يعطينا هذا؟ 7 زائد 6 يساوي 13، زائد 7 يساوي 20، زائد 6 يساوي 26، زائد 2 يساوي 30، وانتهينا.